بركة الله والتوفيق ينطلق خامس أشواط هذا اليوم، وتنطلق فعاليات جديدة بتقديم إثارة من منافسة هذه الشعارات المميزة والأشواط المفتوحة. نتواصل بنداء مع الخمسة المراكز المتقدمة لأراقب أول المراكز. هنالك الظبي من تتواجد على المركز الأول وتنطلق مع الصدارة. الظبي تعود الملكية لهجن الشحانية، عملية التضمير لدى سلطان بن محمد الوهيبي والنقلة إلى ثاني المراكز. المركز الثاني أشاهد وأراقب وأرى مزاحة من تنطلق على المرتبة الثانية، نراها على الكادر الأعلى تنطلق متابعة ومراقبة بهذا الانطلاق. هجن الشحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري من يقدم لنا مزاحة مع المركز الثاني. ثالث المراكز هنالك التواجد من بنت الريان على المركز الثالث، تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني والمضمر سعيد بن راشد الزبي. هنالك المركز الثالث إبعاد على المركز الثالث، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. رابعا من انطلقت بهذه اللحظات مع المرتبة الرابعة تتواجد خود على المركز الرابع. خود تعود الملكية لهجن الشحني ومضمر سلطان بن محمد الوهيبي لتأتي على المركز الخامس بهذه اللحظات. بنت الريان لتعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني، وسعيد بن راشد الزعبي من يديرها بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة. أعود بحضراتكم إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى الانطلاق، كما أهني هجن الشحانية على فوز نوف بالشوط الأول وتسجيلها للتوقيت الأفضل في هذا اليوم وبهذه الانطلاقة المميزة. رافق نوف بعملية التضمير محمد بن خالد العطية من قدم لنا نوف وقدم لنا هذا الانطلاق المميز. توقيتها الأفضل كان 6:09 33 جزء من الثانية. كما أيضا نهني هجن الشحانية لفوز السريع بالشوط الأول القعدان الجذاع، ورافق هنالك السريع سالم بن فاران المري من قدم لنا مسمى السريع بهذا الشوط الأول والمتقدم. إذن هذا هو خامس الأشواط وهذه خامس فعاليات هذا اليوم والانطلاقة المميزة. نتابع النداء ونعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط كي نرى الظبي من تنطلق كالظبا مع المقدمة والصدارة. تعود الملكية لهجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا الظبي مع تضميره وأيضا تقديمه المميز. ثاني المراكز التواجد من مزاحة من تنطلق تقدم لنا المزح الخفيف بانطلاقته المميزة مع المركز الثاني، هجن الشحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري. ثالثا أراقب وأرى مع المركز الثالث التواجد من أبعاد، تعود الملكية لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، وراقب الانطلاق المميز من الأسماء الجميلة التي نراقبها على الكادر السفلي من قبل الانطلاقة وتواجد بنت الريان. بنت الريان تنطلق مع المركز الرابع وتابع هنالك الانطلاق المميز، شعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني، سعيد بن راشد الشعبي من يديرها بعملية التضمير. المركز الخامس هنالك التواجد من همة وأول ندى لهمة، هجن الشحانية المالكة وسلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير. الكيلومتر الأخير الكيلو المدير بانطلاقة هذه الأسماء الكبيرة، النجوم الساطعة التي بدأت تنطلق وأيضا بدأت تتجاوز وتتسلل من مركز إلى مركز. انطلقت مع الصدارة، غيرت الظبي، الظبي مع المركز الأول، هجن الشحانية المالكة، ولكن شاهد يا من تشاهد هذا الانطلاق المميز من قبل همة من انطلقت من الجانب الأيمن وتواصلت بنت الريان. همة لهجن الشحانية المالكة لها
لهذه الأسماء الكبيرة ولشوارد هجن الشحنية، ولكن انطلقت بنت الريان بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني، والزعبي سعيد بن راشد الزعبي من يديرها بعملية التضمير، ولكن ما زالت همة بدائرة المنافسة مع المركز الثاني حاملة شعار هجن الشحنية، والمضمر سلطان بن محمد الويبي من يديرها بعملية التضمير ومن يقدم لنا همة مع المركز الثاني، ولكن بنت الريان مع الصدارة ما زالت صامدة صمود الجبال السود، تقدم لنا هذه العروض المميزة، تشكل المنافسة، تشكل الانطلاق. سلام بنت الريان، سلام وتحية واحترام لشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الفيصل آل ثاني على فوز بنت الريان بالمركز الأول. يسعد لي صباحك يا زعبي، من قدم لنا بنت الريان مع أول مركز. المركز الثاني كان الوصول من قبل همة، المركز الثالث كان التواجد من قبل فزع، المركز الرابع كان الوصول من قبل هيبة، خامسا كان القدوم من قبل إبعاد. إذن جميعها مملوكة لهجن الشحنية ما عدا أول المراكز. بنت الريان مملوكة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني. شاهدنا المنافسة الجميلة والانطلاقة الرائعة حتى وصلت هذه الأسماء إلى خط النهاية، قدمت الإثارة، قدمت القوة، قدمت هذا العروض الجميلة والمميزة بلقطات أيضا رائعة. إذا نشاهد لحظة قدوم بنت الريان إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. توقيت الزمن 6:16 و17 الزمن الثاني. ثاني تبريكات لمالك بنت الريان سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الثاني، كما نهني سعيد بن راشد الزعبي. ثاني المراكز كان القدوم من قبل همة والوصول بتوقيت زمن وقت 6:16:30 الزمن الثانية. التهاني التبريكات لهجن الشحنية، كما نهني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا همة مع هذه الانطلاقة المميزة. المركز الثالث كان الوصول من قبل فزعة، توقيت زمن 6:18:00 18 الزمن الثانية. التهاني التبريكات لهجن الشحنية، كما نهني المضمر محمد بن خالد العطيب.